هنلحق ولا مش هنلحق ولا نعمل ايه بالظبط؟ خليني اشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة اهلا ويكا. ان شاء الله باذن الله النهاردة عودة الدوري الاسباني الممتاز للعب. الجولة الاولى من الدوري الاسباني هيتلعب فيها 3 مباريات. حاجة ممتعة جدا ان يبدأ الدوري الاسباني يرجع مرة تانية. ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن كل المباريات اللي هتلعب في الدوري الاسباني. هنتكلم في كل مباراة، هنقدم المباراة، وبعد ما المباريات تخلص هنتكلم عن النتائج اللي حصلت والتوقعات اللي احنا قلناها قبل المباراة هل حصلت او لا، وهنشوف برضو الاجوان وهنشوف المدارس بتاعت اللعب، ومش هيبقى تحليل رسمي او دقيق بمعنى اصح للمباريات، لكن هيبقى تحليل يعني سريع شوية كده، في شوية تفاصيل لكن مش عميقة اوي. اوكي، نرجع بقى للدوري الاسباني. اول مباراة تتلعب بين ايبار وسيلتا فيجو، دي بقى تبقى مباراة ممتعة جدا، تتلعب الساعة 4 بتوقيت القاهرة. اخر 5 مواجهات بين ايبار وسيلتا فيجو، ايبار كسب مباراتين وخسر من سيلتا فيجو مباراتين وتعادل مباراة واحدة، وكانت اخر مباراة بين الفريقين اللي هي تعادل 0-0. سيلتا فيجو كسب مواجهات السيزون 2018-2019 في الدور الاول ب2-0، وبعد كده 4-0 في الدور الثاني، وبعدين في الموسم اللي بعده ايبار كسب 1-0 وكسب 2-0. بعد كده الفريقين هيتعادلوا في اخر لقاء رسمي بينهم 0-0، واتوقع ان التعادل هيبقى مستمر اللقاء ده برضو، وهيبقى بنفس النتيجة 0-0. متنساش تكتب لي برضو انت التوقع بتاعك في مباراة سيلتا فيجو وايبار هتبقى ايه، عشان تفوز برضو معانا بالجايزة اللي هنعلن عنها في اخر الاسبوع الاول ان شاء الله من دوري الاسباني ممتاز. المباراة التانية بين غرناطة واتلتيك بالباو، اخر 5 مواجهات بين الفريقين، غرناطة كسب ماتشين واتلتيكو بيبلاو كسب 3. اتلتيكو بيبلاو كسب اول 3 مباريات من 5، وكانت اكبر نتيجة فيهم 3-1. غرناطة كسب اخر ماتشين من المواجهات الخمسة بين الفريقين وكسب 4-0 و2-1. غرناطة في اخر 6 مباريات رسمية دي كسب ماتشين وتعادل ماتش وخسر 3. اتلتيك بالباو في اخر 6 ماتشات رسمية لي كسب ماتش 1 وتعادل مباراتين وخسر 3. اتوقع ان الماتش ده يا غرناطة يكسب 1-0 يا فريقين يتعادلوا 0-0، خصوصا ان هو برضو بداية الدوري ومكانش في فترة اعداد قوي وهكذا يعني، فاتوقع ان النتيجة يا غرناطة يكسب 1-0 يا اما الفريقين يتعادلوا 0-0. كوداش وساسونا، اخر 5 مواجهات بين الفريقين، كوداش كسب ماتش 1 وخسر 3 وتعادلوا الفريقين ماتش 1. اخر 6 مباريات لكوداش كسب فيهم ماتشين وتعادل ماتش 1 وخسر 3. وساسونا اخر 6 مباريات كسب 3 وتعادل ماتش وخسر ماتش برضو. اتوقع ان اتوقع فوز اساسونا 2-1 في الماتش دوت، مع اني حابب جدا ان كوداش هو اللي يكسب، لكن خليني اكون واقعي شويه واقول ان اساسونا هو اللي هيكسب اللقاء ده. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وتكتب لي توقعاتك في المباريات دي في التعليقات تحت، وتعمل لي لايك يعني، اتمنى ان تعمل لي لايك على الفيديو وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. سلام.